طب قول لي يا كابتن عيد، برضو انت يعني القصه دي كانت برضو اكيد انت تعبت منها وعانيت، انا شايفك بتضحك طبعا موضوع الكور، بس موضوع التدريب والتنظيم والحاجات دي، الانجاز ما بيجيش كده من فراغ، يلا رحنا لعبنا يلا كسبنا، لا طبعا ما في فرقه تانية بتستعد زينا. اه طبعا. فيعني انت كنت شايف برضو الاستعداد ازاي، وشايف هل زي ما الكباتن كانوا شايفين برضو فرق السرعات ده محتاج نركز مع لعيب لعيب برضو؟ اه طبعا. هو عموما البطوله العربيه بيبقى ليها طبع خاص عندنا في النادي، دايما بيبقى لها اهتمام كبير عشان في بدايه الموسم، عشان في بدايه الموسم ولقب احنا متعودين ان احنا نكسبه، فبنبقى حريصين جدا ان احنا نستعد كويس عشان نواصل ان احنا نكسب صحيح. البطوله صحيح. فزي ما كابتن عادل قال، احنا كنا بنتمرن على فترتين قبل البطوله، الصبح وبالليل، مع متابعه اللعيبه اللي في الاولمبياد زي هنا كده، بنتابع بتتمرن ازاي، مستواها عامل ازاي، بنتابع كل الكلام ده. اللعيبه برده كانت مركزه جدا قبل البطوله، كل اللعيبه في التزام شديد قبل البطوله وعارفين اهميه البطوله كويس. فاحنا بدانا الاستعداد تقريبا قبل البطوله بشهر تقريبا. شهر؟ اه يعني. والشهر ده فترتين تمرين ولا لا ولا فترتين؟ الاول بدانا فتره لا طبعا في اول الموسم بنبدا حمل تدريبه قليل، وبعد كده مع قرب البطوله بتزود الحمل شويه. زي ما كابتن اشرف قال ان البطوله كان فيها تعتيم شويه عن الفرق المشاركه، ما احنا مش عارفين فده بيدي بيدي غموض شويه عندك في الاستعداد بتاعك، لكن احنا عمال ترفع الاستعداد لاقصى حاجه، مش هتقابل مين. احنا كنا بنستعد باقصى قوه عندنا، كاننا يعني كل الماتشات جامده، بنستعد البطوله وبنتعامل معاها على انها اقوى بطوله. طب كابتن ظروف السفر ايه؟ يعني معلش برضو عشان الناس تبقى عارفه، السفر دلوقتي فيه ريستريكشنز كتيره جدا عشان كورونا وبي سي ار وتطعيمات، يعني الموضوع ده مشي معاكم ازاي؟ هو الاول النادي وفر تطعيم قبل البطوله، وطبعا الاجراءات بتاعه السفر اللي هي المسحه اللي قبل البطوله. تطعيم كان جرعه ولا جرعتين؟ جرعه. جرعه تمام. جرعه قبل السفر. خدتوها. هل تعب لعيبه؟ ما انا واخدت تطعيم سخنت. هل تعب لعيبه ولا عدى بسلام عليهم؟ لا هو اللعيبه لا ما حدش حس بحاجه. هو الحته ديت الجهاز الاداري بتاعنا هو طبعا مع كابتن رؤوف بالتنسيق مع كابتن رؤوف قام بالدور ده جامد، وقدروا ان هم يوفروا للفريق المسحه، اتفقوا على ميعاد المسحه وامتى تطلع الشهاده بتاعت البي سي ار علشان كيو ار كود طبعا فيها كيو ار كود وخدمه الناس عشان نقدر نطلع بيها المطار ونقدر نروح بيها الاردن كمان طبعا، وعمل الاجراءات الحاجات دي كلها قام بيها الجهاز الاداري على اكمل وجه الحمد لله. ما انا بقول له ليه، لان الحاجات دي ساعات بتاثر على التمرين، وعشان كده بسال كابتن عايد هل يعني عمل لك يعني زي ما بيقولوا انترفيرنس في التمرين ولا كانت الدنيا ماشيه سموث يعني؟ لا مشيت عادي الحمد لله، ما فيش حد من اللعيبه يعني شومان انا بسال ايه، شومان راح متاخر على ماتشه يعني راح على الماتش بالظبط بسبب الاجراءات دي، صعوبه الاجراءات. لا انما احنا بالنسبه لنا كانت الدنيا لا كان في ترتيب من قبلها وكان فيه كل حاجه محطوطه في مواعيدها وما عانيناش من اي حاجه، ما اثرش على التدريبات البلد خالص. لا الحمد لله. وانا عرفت ان في مجموعه كمان ما سافرتش، يعني المجموعه سافرت وكان في مجموعه بتتمرن حضرتك ما سافرتش. كان في مجموعه في مصر بتتمرن، بس معظم الفرقه هنا كان في مصر عايده رحمه ووعد محمد وفريده عبد الناصر، دي كانت مشاركه مع المنتخب في البطوله العربيه في الناشئات ورجعت كملت تمرين في مصر، كانوا بيتمرنوا معاكم سافروا بس هم اصغر كانوا مع الفرقه عادي استعدادهم مع الفرقه زيهم زي اللي مسافرين بالظبط. ومريم العطار برده كانت موجوده معانا هنا في مصر. ما انا بسال دي ليه، لان برده هيبقى مدير المستقبل يعني. ايوه طبعا. كل سنه واتنين يعني. لا هي كل اللعيبه اللي مسافر واللي مش مسافر كان كله مركز. صحيح. لان التركيز حتى من اللعيبه اللي هم مش مسافرين بينعكس على اللعيبه اللي بتسافر برده. صحيح. لان التركيز في اللعيبه لما الفريق كله يبقى مركز ده بيدي اعلى درجات الاستعداد للفرقه اللي هي مسافره واللي هتشارك في البطوله. برافو عليك برافو عليك.